لاحقا عليكم بالطرف نكاع ملاح وشحال هذا صافا بيكو في الكوزين تكون كوزينات اليوم جبتكم كيفية راح نديرو الطعام ان شاء الله بخضرة نفس المية وهي الكرنب كوم سي راه الموسم تاع الكرنب دونك غايتي تبروفيتي دو فار دي غوسيت مع هاد النوع من الخضرة دونك بسم الله على بركة الله نبدا مباشرة هنايا عندي في القدرة تاعي درت جوج ملاعق كبيرة تاع الزيت وندى كثر في اللحم للبنة بعد انا قليت شويه الحم تاعي واش ندير في هذه المرحله راح نزيد حبيبه بصح قطعة صغيره فوالا هوب نخلي الفلفل تاعي يدبر شويه ويتقلى بعد ما قليت مليح البصله تاعي زدت حبه طوماطيش ودار سطاع الثوم هنايا راح نزيد ملعقه كبيره تاع طماطم المصبره ملعقه كبيره اوب التوابل راح ندير شويه كركم راس الحانوت حوالي ملعقه نص ملعقه صغيره ربع ملعقه صغيره تاع فلفل كحل ملعقه صغيره تاع فلفل احمر بابريكا ربع ملعقة صغيرة تاع القرفة القرفة يعطيها واحد البنة ما شاء الله نخلي الطماط تاعنا تعاود تقلى شوية وهنايا الماء الرطبي ما سخون خاص ما يطيب لي اللحم تاعي والخضرة تاعي هنا عندي زوج اغصان تاع الكرافس والبنات ما تنساوش الملح كيما بحالتي فوالا نسيت الملح ما فيها باس دونك تزيدوا كمية كميه الملح عفوا حسب بيان سور كميه لاصوص اللي راحين نديروها اوب ونغطي على المرميطه تاعي ولا القدره ولا لاكوكو تاعي نخلي اللحم تاعي يبدا يطيب بعد ما نشوفوا اللحم تاعنا بدا يطيب راح نزيدوا باقي الخضروات بعد ما شفنا اللحم تاعنا بدا يدخلوا الطياب فوالا كيما تشوفوا واش نديروا في هذه المرحله راح نزيد الخضروات تاعنا انا عندي اللفت فوالا زوج حبيبات تاع اللفت قطعتهم هكذا كبار وتقدروا ديروا لا كاروت ولا تقدروا ديروا الكابويا كوم راه وقت الكابويا انا فضلت ندير الكابويا فوالا اوب عفوا اوب وبيان سور الكرنب تاعي راني غليتو دوكا راح نخليه خمس دقائق قبل ما نطفي على المرميطه تاعي راح نديرو كوم راه ديجا بريسك طايب فوالا تقدروا تزيدوا حبيبات تاع الحمص اللي يحب الحمص الصوصي فوالا نضغط على دونك القدره تاعي ونخلي الخضره تاعي دونك طيب بعد ما طاب اللحم تاعي نحيته كما تشوفوا هاوليك نحيت اللحم نحيت هذيك اغصان تاع الكرافس نسي واش ندير في هذه المرحله راح نزيد شوف الكرنب تاعي فوالا اوب 10 دقائق قبل ما نطفي المرميطه تاعي بيان سور كما تشوفوا انا درت برك شويه ماشي بزاف فوالا اوب كما قلت لكم تقدروا تزيدوا حبيبات تاع الحمص اللي يحب الحمص نسي فوالا اوب نخلي دونك لاصوص تاعي ولا المرقه تاعي دونك بليتو نخلي الكرنب تاعي يشرب من لاصوص من توابل ومن لاصوص تاع اللحم حوالي 10 دقائق ونطفي الماميطه تاعي القدره تاعي ولاصوص تاعنا تكون جاهزه بالصحه والراحه فوالا كما قلت لكم اليوم درت لكم صوص ب ليغوم موسميه هكداك واحد ينوع شويه ويبدل شويه وصي دونك راح نغطي القدره تاعي على نار قليله حوالي 10 دقائق ونتلاقاو ان شاء الله في صحن التقديم